أوقاتكم سعيدة مشاهدينا، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج خلي أيامنا أحلى. اليوم الموضوع الاجتماعي اللي طبعا نقلنا لكم إياه هو عن الخيانة الزوجية. الخيانة الزوجية اللي عم نشوفها يعني أصبحت يعني وخاصة يعني في السنوات الأخيرة عم نشوف إنه هي الخيانة إنه عم بتكون لدى بعض الناس من شرائح المجتمع. الخيانة الزوجية ليس فقط هون رح نقصد فيها خيانة الرجل، ولكن الخيانة الزوجية هي للرجل والمرأة. شو هي الأسباب الخيانة الزوجية، وما أيضا ما هي الأسباب اللي ممكن تدفع الزوجي أو الزوج لهذه الخيانة، وأيضا أثر الاجتماعي والنفسي على الأسرة وعلى المجتمع. بسرني اليوم رحب بضيوفي في الاستديو. معنا الباحث في العلوم الدينية الشيخ عدنان صالح. أهلا بك شيخ. أهلا بك وبقناة أغاريت إدارة وعاملين، وشكرا لكم لاهتمامكم بقضايا المواطنين ولا سيما الاجتماعي منها. نعم، وأيضا أرحب بالأب باصيل سكيف. يسعد أوقاتك أبونا. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لدعوتكم لإلي. أيضا أرحب بالمهندسة وسيدة مجتمع السيدة ريم محمد. أهلا ومرحبا بك ريم. أهلا وسهلا فيكي، وشكرا لكم أنه عم تغطوا هالجوانب الإنسانية بحياتنا. أيضا بدي رحب بالمحامية شيرين سعيد. يسعد أوقاتك شيرين. يسعد أوقاتك، شكرا لك. أهلا فيكي. كمان بدي رحب بالآنسة سكينة صقر، ماجستير علم اجتماع وإرشاد نفسي. يسعد أوقاتك سكينة. يسعد أوقاتك. يا أهلا. نحن اليوم موضوع اخترناه، يعني كثير نحن عم نشوف هذا الموضوع يعني عم ينتشر، يعني خلينا نقول ببعض يعني بعض من شرائح المجتمع، الخيانة الزوجية. كثيرا يعني ما نسمع الخيانة الزوجية انه هون الزوج قد خان او الزوجة قد خانت. بداية رح ابدأ معك سكينة، يعني الخيانة الزوجية بالتأكيد الى اسبابها اللي بتدفع الزوج او الزوجة للخيانة الزوجية، رغم انه نحن كمجتمع شرقي خلينا نقول انه ما ممكن، يعني ما بنشوف انه ممكن سبب يخلي الخيانة تقوم سواء من قبل الرجل ومن قبل الرجل ومن قبل المرأة. ولكن الخيانة الزوجية ما هي، وما هي الأسباب اللي بتدفع الرجل والمرأة للقيام بهذه الخيانة؟ تفضل. الخيانة الزوجية ظاهرة اجتماعية سلبية موجودة بكافة المجتمعات، ولكن هناك أسس تحدها وقوانين وأعراف وتقاليد وناتجة عن علاقة غير طبيعية بين الزوجين. ولكن عندما نتكلم عن الحياة الزوجية يحضرنا الأسرة، هي الخلية الأساسية في المجتمع، بصلاحها يصلح المجتمع. صح. هي العماد الأساسي، تتكون من أب أم أولاد بيناتهم احترام ثقة صدق أمانة. صح. عندما يأتي النقيض الآخر ألا وهو الكذب والخيانة. نعم. هنا يصبح في خلل في الأسرة، والأسرة عندها تقوم على أسس أساسية. العاطفة، التنشئة الاجتماعية، الحالة الاقتصادية. في حال غيب الفراغ العاطفي والفراغ النفسي تحصل هناك هوة بين الأب والأم، بدلا من أن يحلوا هذه الهوة في داخل الأسرة يذهبون لخارج الأسرة، وهنا الأمانة المفترض أن تعالج في الداخل. الحالة الاقتصادية يلجؤون كثيرا لنقصد ما اقتصادي، التنشئة الاجتماعية، تربية الأولاد، لأن الأولاد عندما يكبرون سيصبحون أسرة أخرى. نلاحظ هناك لغة الصورة وهي الإعلام الذي دخل في مجتمعنا السوري. وخصوصا المسلسلات المدبلجة لا تلامس لنا في عادات وتقاليد. يضعون المساكنة نظام يكون الأولاد يشاهدونها. هنا أعلق هذا الموضوع، وهناك يدخل في هذا الجانب بوابة الانترنت. فهنا إذا عندما نتكلم عن الخيانة ليست خيانة هي جنسية، هناك الخيانة الفكرية. صحيح. الخيانة الإلكترونية، وهي يعني خلينا نقول يعني الخيانة الفكرية، يعني يعني خلينا نقول يعني أصعب بكثير من الخيانة الإلكترونية. يعانون فيها جدا في بوابة الإنترنت جدا. نعم. وهذه تحدث كثيرا في هذه الفترة. مش هلأ عم نشوف الخيانة الزوجية عم بتكون على مواقع التواصل الاجتماعي، من فيسبوك، من يعني من خلال هذه المواقع الكثير، يعني عم نشوف المشكلات الاجتماعية، وعم نشوف هلأ كمان رح أتوجه
للسيدة يعني كمان يعني القضاء، نحن كتير عم نشوف يعني هلا بالقضاء كتير يعني حالات طلاق بيقولوا لك انه اصبحت الخيانة الزوجية عبر الانترنت عم يعني طبعا عم طبعا وظاهرة واضحة بوابة الانترنت، هناك تزاحم بهذا الموضوع. صحيح. ليه؟ لانه في الاسس اللي بتقوم عليه الاسرة، عم نحكي على العاطفة الاساسية التنشئة الاجتماعية، صاب خلل بين الأب والأم، هناك اختفى، إذا اختفت الصدق والأمانة. قلت لك قبل يأتي الجانب الآخر وهو الكذب والخيانة، في حال غياب الأساسين العنصرين والاحترام نلجأ هناك يصبح هذا الخيانة والكذب، وهي مشكلة جدا بين الأب والأم. خليني أتوجه بسؤال لشيخنا عدنان الصالح، الخيانة الجوزية الزوجية كما ذكرنا مشكلة تؤدي يعني إلى هدم الحياة الأسرية بالكامل. شيخنا يعني ما هي الخيانة الزوجية وأبعادها من الناحية الدينية والدنيوية؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. إن القرآن الكريم كمصدر تشريعي أول في الدين الإسلامي وهو جوهر التعاليم الإسلامية، قد أكد على هذه الناحية وكرر مفردة الخيانة وما يشتق عنها في القرآن الكريم حوالي 15 مرة. إنما ما يتعلق في الخيانة الزوجية بوجهة النظر الإسلامية، الخيانة لا يفهم منها حصراً انه هي العلاقة الجنسية الاخرى. نعم. انما هي حالة من حالات الخيانة. صحيح. وهذه عندما تصل الى علاقة جنسية بين احد الزوجين مع طرف اخر خارج. نعم. عقد الزواج تسمى زنا او تزاني، لها ايضا احكامها الشرعية والتشريعية في النص القرآن. نعم. قد تكون الخيانة بنقل امر لا يريد الطرف الاخر ان يخرج خارج البيت، قد يكون هذا خيانة. نعم. توجيه معين يصبح فيه خلل ما من أحد الطرفين، قد يكون هذا أيضا خيانة. وقد أكد القرآن على هذا المجال من الخيانة حكاية عن امرأتي سيدنا نوح وسيدنا لوط، إنهما كانا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما، وليس خيانتهما كانت علاقة شاذة، إنما كانت خيانتهما لعدم طاعتهما ومعصيتهما فيما أرادا من زوجتيهما. وعلى هذا السياق عندما تصبح المرأة مثلا، نبدأ بالمرأة، عندما تصبح المرأة غير ملتزمة بواجباتها تجاه زوجها، قد يملها الزوج ويبحث عن محطة راحة الله عن كذا إلى ما، إذا وجدها بامرأة أخرى قد يجعلها محطة راحة واستراحة إليه. نعم. وكذلك الزوجي بالمثل إذا حدث تقصير من الزوج. نعم. فالعلاقة الزوجية بالشريعة الإسلامية، ولكن اسمح لي يعني اسمح لي شيخنا، يعني المرأة هي يعني خلينا نقول المرأة بطبيعتها إنسانة يعني راقية وبتتبع يعني للعادات وللتقاليد، نحن نلحظ بأن الخيانة الزوجية هي تكون الأكثر عند الرجل أكثر من المرأة. المرأة دائما يعني تعلم بخيانة زوجها ولكن وتعرف وتتأكد من هذا الموضوع، ولكن دائما هي لم تخون، تحاول أن تلتزم بمنزلها، تلتزم بأولادها. يعني نلاحظ دائما أنه يعني نسبة الخيانة عند الرجل هي أكثر من المرأة. واللاتي يشاركنا الرجل بهذه. نعم. الخيانة أيضا نفس الحالة بالرجل. نعم. نعم. الرجل لا يخون بمفرده، يخون. نعم. مع امرأة أخرى، فاللاتي يخن رجالهن. هون عم تبرر للرجل شيخنا، عندما أيضا أقول بأنه يخون مع امرأة أخرى، لماذا يخون مع امرأة أخرى وهو عنده زوجة؟ كما تخون المرأة. نعم. الأخرى وعندها زوج. نعم. كما تخون يعني. نعم. أنا أتحدث من باب المساواة. صحيح. المساواة الخلقية والخلقية والشرعية والتكليفية. ولكن نحن ك يعني معلش خلينا نقول. نعم. ولكن نحن كمجتمع شرقي ومجتمع يعني 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 متربي على العادات والتقاليد، هل نرى بأنه ممكن إذا خان الرجل بأن تخون المرأة؟ إلا إذا كان هناك شذوذ. بالطبع سيدتي الكريمة. نعم. الخيانة خيانة من أي من الطرفين. نعم. وتعتبر جريمة اجتماعية يحاسب عليها. نعم. المجتمع ويحاسب عليها القانون. نعم. لكن العلاقة الزوجية بشكل عام
هي عقد بين رجل وامرأة. نعم. هذا العقد يجب أن يكون مؤتمن عليه من قبل الطرفين. نعم. فالمرأة الزوجة تصبح أمانة لدى زوجها. نعم. والزوج يصبح أمانة لدى زوجته. صحيح. وبناء عليه هذه الأمانة يجب أن يحافظ عليها بما نعم. يخص كل طرف من الآخر. عذرا نعم. أنا كزوج أتحدث في هذا المجال. نعم. أنا كزوج للمرأة خصوصيات مني، يجب أن تبقى أميني نعم. عندي بكل ما يخصها نعم. ولي خصوصيات فيها نعم. أيضا يجب أن تبقى أميني بالنسبة إلي، وأي خلل في هذا العقد أو إساءة ائتمان أو إساءة تعامل يعتبر جريمة. هذه الجريمة قد حددتها الشريعة وعقبت عليها الشريعة نعم. بوسائل متعددة. أما إذا وصلت إلى جريمة الزنا أو التزاني نعم. أيضا شدد عليها العقوبة وحفاظا على قدسية العلاقة الزوجية. هل الزنا هو فقط الزنا الجسدي؟ هل المرأة يعني فقط يعني خلينا نقول عن الزنا كل حاسم من خيانة الزوجية، هل فقط هو الزنا الجسدي هو خيانة زوجية، ولا يعني في يعني يتبع هذا الموضوع الكثير من قبل الرجل ومن قبل المرأة، الكذب على خيانة. المرأة خيانة. كذب المرأة على الرجل وكذب خيانة. الرجل على المرأة، أليس هذا بخيانة؟ تعجبت بالمقدمة نعم. أي خلل في العلاقة نعم. يعتبر خيانة وليس حصرا بالرغبات الجنسية. خليني بس أخذ اتصال شيخنا. ألو ألو يسعد أوقاتك ما. يا هلا كيفك أنت شو أخبارك؟ يا هلا هلا بيك. هلا كامل تفضل. هلا بيك. في قصة صارت مع زميلنا ويعني ما رح نخجل نحكيها بس هي صايرة من واقعنا يعني نعم. هو كان متزوج وطلق وبعد اكتشف انه خيانته الزوجية لزوجته طلقها، بس كان في صار في اولاد بالموضوع نعم. فهو يعني بتعرف الاصدقاء المقربين فبيقول له يعني من سيرة لسيرة انه بيقول انه خايف هذا الولد بتعرف الموضوع انه ما يكون إلي. ففي نعم. حل هيك في دي ان اي هيك، وشو الوجه القانوني له المشكلة هذه؟ نعم الوجه القانوني. شكرا كثير لكم. شكرا لاتصالك كامل. رح وجه مباشرة وبعدين برجع لعندك شيخنا عدنان، رح وجه هذا السؤال يعني من سيد كامل. الوجه القانوني لهذا الموضوع يعني مباشرة بيقدر بيعمل تحليل خلينا نقول وبيثبت إذا كان هذا الطفل لإله ولا نعم. لا نعم. نعم. هلأ هو بيقدر يعمل تحليل إيه بيقدر يعمل، لكن بالقانون بشكل قانوني تحليل الدي ان ايه غير ما اعترف عليه قانونيا، يعني بيقدر يعمله من باب يتطمن هو فقط. أما إذا بده موضوع قانون أو بده يرفع دعوة زنا أو إلى آخره على زوجته فالدي ان ايه مانو الولد للفراش. الشيخ نبيع قالوا الطفل للفراش، فطالما هو اعترف فيه ثبت النسب لهذا للأب. أما الدي ان ايه فهو حقيقة هو بأغلب بلدان العالم ما اعترف فيه، هو حالة علمية واضحة، لكن نحن هون بسوريا حتى الآن ما في أي اعتراف بالدي ان ايه، فمن باب الاطمئنان بيقدر هو يعمل تحليل دي ان ايه مشان هو يعرف بينه وبين نفسه أن هذا الطفل له أو لا. لكن نسب الولد خلاص صار لأبوه بمجرد العقد الصحيح والخلوة أو الخلوة الصحيحة. نعم. خليني بس نعم. أخذ يعني أيضا يعني توجه بالسؤال للأب باصيل سكيف أبونا. يعني هناك أسباب كثيرة، ليس سبب واحد يقف وراء الخيانة الزوجية. يعني شو هي الأسباب؟ وخلينا نقول يعني الزواج هو يعني سر مقدس يعني، وهناك الكثير من الشواهد على عظمة هذا السر المقدس، ولكن يعني نرى في هذه الأيام هذا لم يعد سر مقدس، يعني أصبح أي رجل يعني عنده دوافع للخيانة، وهناك أيضا بالمقابل أيضا نرى سيدات بأن لديهم دوافع للخيانة. لأن أنا بالنسبة لي بعوز أي مشكلة بالمجتمع للتربية بالبيت. بالنهاية المسؤول عن أي لأن إذا نحكي عن الخيانة من الشاب أو من الصبية بعد الزواج بده يكون في خلل منذ الطفولة ببيتهم. يكون في مشكلة بالبيت بين الأم والأب لتربى هذا الشاب أو الصبية لوصل لمرحلة الزواج والزوج وشكله عليه، وبلشت تظهر مشاكل أدت إذا نقول خيانة أو أي مشكلة أخرى.
دائما في مشكلة وراها البيت الذي ترعرع به الطفل. هيدي من ناحية. هل هذا السبب يعني خلينا نقول يعني فينا أنه نقول هذا السبب يعني المحتم أنه يكون أنه إذا هذه ممكن كتير عم نشوف ناس لا الأب والأم جدا بعلاقة يعني كبروا وزوجوا أولادهم وهن بعلاقة أهنية لم يكن هناك خيانة لمن الزوج ولا من الزوجة يعني عاشوا عمر 60-70 سنة مع بعضهم وربوا أولادهم وزوجوا أولادهم لم يكن ولكن طلع عندهم ابن ممكن يكون يعني عنده صفات غير أخلاقية خلينا نقول في كتير أوقات الظاهر غير الباطن. أحيانا نحن منربي أولادنا على اقتناء للممتلكات المعروفة بالعالم المال الجاه السلطة فنحن بنفكر أنه وقت ما مننقص عليهم شيء أنه نحن وصلناهم للحالة المثالية. في جوهر بده يتربى عليه الإنسان منذ الطفل. مثلا إذا نحكي على قضية الزواج نحن عنا بالكنيسة في عنا الزواج هو سر مقدس. هو اشتراك بين ثلاث أشخاص الأب والأم والله. هلأ هذا المفهوم ونحن وقت اللي بيكبروا بنوضحه وبيصير كثير شيء بيوضح ويتجلى بالإكليل بصلاة الإكليل بين الزوجين باستدعاء نعمة روح الله للحلول بين الزوجين ليصيروا جسد واحد كما مكتوب الكتاب المقدس بالعهد القديم وما كما قال يسوع المسيح. كل الأديان السماوية لم تسمح بالخيانة ورفضت الخيانة الزوجية بنصوص يعني خلينا نقول بنصوص قرآنية وأيضا يعني عندكم أيضا بالنصوص الإنجيلية. بدي أرجع للفكرة أنه وقت أنا كأب وأم وقت أنا بربي أولادي كان شباب أو بنات على صعيد هالمفهوم اللي عم نحكي فيه نحن وقت أنا بزرع بفكرة منذ الطفل أنه الزواج مقدس الزواج هو يصير الشاب والشابة جسدا واحدا بحسب ما مكتوب في الكتاب المقدس. هذا المفهوم وقت اللي نحن منشربهم إياه منذ الطفل لمرحلة المراهقة لمرحلة الشباب فأنت بتزرعي بنفس وقلب الشاب والشابة هيدا الفكر بيوصل لمرحلة عند انتقاء الشريك فهو بيكون في عنده خطوط حمر. فهذا هيدا أنا برأيي هلأ بهالمرحلة هيدا الناقص وهيدا في ثغرة هلأ بمجتمعاتنا إنه الناس بلشت تلتهي بالأمور المادية. مفكرة إن وقت أنا بأمن له جامعاته بأمن له لبسه بأمن له سياراته بدي سفره بدي روحه مفكر إنه أنا كأهل إنه نحن حققنا النتيجة أبدا. في خطين نمشي عليهم بقضية التربية القضايا الروحية يلي منها قضية الزواج مستقبلا يلي مثلا إذا بدي فصل شوي أكثر في تضحية في بذل في 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 شركة في عهد في أمانة هالمفاهيم هيدي بدها تتساير بكل فترة حياتهم للأطفال لا وصل مرحلة الزواج مسؤوليتهم الأب والأم. طيب بس الأب والأم كانت عليهم هالمسؤولية وهن رعوا هالأطفال وكانوا ناصحين لإلهم وهذا الشاب بعد ما تزوج وأنجب عائلة وكان يعني وقع بمشكلة الخيانة الزوجية. بالنسبة لنا نحن المسيحيين نحن في عنا الإنسان يقع ويقوم بسبب الأهواء الموجودة فيه. نحن سيرة حياتنا كلها جهاد ل تهذيب وتجذيب هذه الأهواء. ففي حال الوقوع في أي خطيئة بأي مرحلة من الحياة منا إذا ما نحكي هلأ بين هو وزوجته عنا في شيء كمان سر في الكنيسة وهذا كمان يعلم روحيا خلال مسيرة حياة الطفل سر التوبة والاعتراف والغفران سر الغفران. بيقول القديس بولس الرسول عنا بالإنجيل الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ما في إنسان معصي عن الخطيئة أكيد. فنحن عنا لتدارك هذا الأمر المسيح أسس لنا سر هو سر التوبة فنحن ما منعاقب بصير الإنسان بيغلط
بس نحن ما في عنا عقاب شديد تجاه هذا الموضوع. إذا بسبب قدرة الشاب والشابة منذ الطفولة للمسامحة والغفران فممكن تتعدل القضية في حال صار وقوع أي خطأ مستقبل. ولكن ممكن يعني أبونا يكون العقاب اجتماعيا، أنا وقت اللي بشوف زوج أو زوجة وبعرف أنا بخيانتهم الزوجية، رجل خلينا نقول يعني رجل كل يوم لديه خيانة زوجية، يعني رجل متعدد الأهواء مريض نفسيا كل يوم يتعرف على على امرأة كل يوم يخون، يعني هون بحق لها الزوجة انه ببقى تعيش معه، والكنيسة تسمح في طلاق، يعني نحن ما بنسمي طلاق لانه نحن ما عندنا طلاق الا لعلة الزنا. نحن في عندنا فسخ زواج، في عندنا هجر. فوقت المرأة بالمحكمة الروحية عنا بتجي بتقدم دعوة انه انا زوجي عم سامحته سنوات طويلة ولكن عنده هاي المشكلة ما عم يتخلص منها، انا ببقى بقدر اعيش معه وانتظرته كرمال انا اولادي يكبروا. فالكنيسة اذا ثبت هذا الكلام تفسخ هذا الزواج. طبعا بعد ما بتكون، طيب واذا كانت الخيانة الزوجية بالسر وما عم ينثبت على هذه المرأة او على هذا الرجل بانه عم بيخونهن يوميا لديهم هذه في حل يعني. في حل عنا هو الهجر، الهجر يعطى هجر سنة أو سنتين لأنه ما كثير انسبب بشكل واضح، في حال رجعوا لبعض كان به. نحن عنا الزواج أقوى من الفسخ ومن الطلاق. يعني نحن حتى لو الكنيسة فسخت أي عقد زواج هن عند الله إسا زوجين. بس هيك لهيك بس لفكه شوي الوضع. مرة إذا بتحبي أحكي قصة صغيرة، راحت عاصي وفيروز عند المطران جوش خضر، حاليا اسا على قيد الحياة مطران جبل لبنان. طبعا هلا عمره بالتسعين. صار مشكلة زوجية، مشكلة خلافية عائلية بين عاصي وفيروز. هلا انا اسف من فيروز اكيد ما عم تسمعني بس انا بدي افشي سر بس لوصل الفكرة. بيروح عن سيدنا المطران بيقولوا له نحن بدنا نختلف، نحن بدنا نطلق، يعني لانه فعلا كلياتنا بنعرف عاصي كان كتير قاسي على فيروز. عم بيقول لهم سيدنا ايه ما في مشكله بس نحن بدنا ناخذ موافقه الشخص الثالث، اذا لحتى عم بيطلعوا انه مين هذا الشخص الثالث، بيقول لهم الله اللي جمعكم. فمن وراء هيدي الكلمه بيروحوا بينسحبوا ببقى بيرجعوا لعند كرمال يضل. فدائما نحن في عنا الله. قصدي لو اكد لك على فكره ان الزواج اقوى من الطلاق. محامية شيرين سعيد، هل تعتبر الخيانة الزوجية جريمة اجتماعية بحق الزوجين والأسرة؟ وإن كانت كذلك ما هي شروطها؟ نعم، هلأ الجريمة الاجتماعية هي أكيد وهذا شيء بيحددوه علماء الاجتماع والأساس، أما بنظر القانون اللي بقدر أنا أحكي فيه فهي جريمة نظم القانون ببند الجرائم الماسة بأمن الأسرة وسلامة الأسرة. طبعا فيهن نقطة بسيطة أنه نحن علة التجريم وصياغة حتى النص القانوني أخذناه من القانون الفرنسي، يعني غير ما هو متعرف عليه أنه نحن أخذناه من الشريعة الإسلامية، نحن أخذينه من القانون الفرنسي اللي هو تعدل ونحن بعدين ما عدلنا. هلا هي كتجريم هي مجرمه. بالنسبه لشروطها هي تختلف عنا حسب القانون بين الرجل والمراه. شروط اثبات جريمه الزنا بالنسبه للرجل هي الجنحه المشهوده، يعني انه ينشاف ينمسك بجنحه مشهوده لانه الجريمه الزنا تعتبر جنحه. والقطيع اذا فيك والقطيع اذا فيك. الحاله الثانيه هي الاقرار القضائي. يعني ما يعترف برا المحكمة، بده يعترف قدام القاضي. يجي هو يعترف هون، هيدا بتصير يثبت عليه جرم الزنا. وطبعا هي كمان جدا صعبة. الحالة الثالثة هي الوثائق الخطية. إذا كتب هو شيء اعترف فيه بأنه هو ارتكب هذا الجرم. طبعا هون بتكون شروط إثبات جرم الزنا على الرجل كتير صعبة وكتير يعني شبه مستحيلة، يعني يا بده يكتب يا بدك تمسكية مثل ما قلنا. هلا بالنسبة للمرأة شروط إثبات جريمة الزنا هي أنه ما في شروط. يجوز إثبات الزنا بالقانون السوري على المرأة بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود. فهون في فرق كبير، يعني حتى كمان يعني حتى في القضاء يعني يعني كمان هون كمان الرجال يعني غير النساء في العتبة طبعا، يعني هون تعاقب، يعني هون مباشرة تثبتي كيف ما بدك عليه. بجميع طرق الإثبات استقر الاجتهاد القضائي السوري والقانون السوري أنه يجوز إثبات الزنا على المرأة بجميع طرق الإثبات. أما على الرجل محدد حتى لو كانوا شهود كذابين، يعني حتى لو كانوا شهود
على اما بالنسبه للرجل بوسائل اثبات محدده على سبيل الحصر هي مثل ما قلنا الاقرار القضائي والجنحه المشهوده والوثائق الخطيه. يمكن هلا ممكن نلاقي هيك امور على الرجل وخاصه ب يعني ب بعد النت ومواقع التواصل الاجتماعي يعني هلا صار ممكن يعني انه اي امراه تثبت وقت اللي بتلقط مثلا مسجات وقت بتلقط صور طبعا. فهون معترف بالمحكمه انه يعني هون يعني وقت اللي بتثبتي هي الامور وقت اللي بتثبت للمحكمه انه انا عم فرجيهم يعني عم فرجيهم صور هو باعتها عم فرجيهم مسجات هو باعتها هون يعني القانون ممكن يعاقب بهذا الموضوع. الحقيقه منا كثير قويه يعني لنفترض اذا بدنا ناخذ مثل الفيسبوك هلا انا بقدر ببساطه اعمل حساب باسم اي حدا صحيح واحكي مع زوجته او مع وحده ثانيه او الى اخره. فانا كزوجه لنفترض نزلت على اللي عند القاضي وانا اخذت هي المحادثه حاطه فيه بجيب صوره شخص ببساطه وحطيت انا باسمي محله انا صرت احكي مع امراه اخرى فهي بالبساطه القاضي ما قدر ياخذ فيها لانه هيدي ما انا محكمه يعني ما انا وثيقه خطيه محكمه لا هي بخط ايده لا في بصمه لا في توقيع لا فيك تعملي مضاهات ما فيك تتاكدي من الحساب مين اللي عم يحكي ما في شاهد. فالموضوع كثير صعب اثباته بهالطريقه فلا ما بيكون وثيقه خطيه بخطه. نعم بنتقل للسيدة ريم برأيك يعني كسيدة مجتمع وامرأة يعني متزوجة وأيضا يعني بالتأكيد يعني أنت ابنة هذا المجتمع ولديك الثقافة الكاملة بهذا الموضوع، لماذا يخون الرجل وما الذي يدفع بالزوج لخيانة زوجته مع امرأة أخرى وبالمقابل ما الذي يدفع المرأة للخيانة مع رجل آخر؟ هذا كل شيء بالحياة نسبي ما عدا الخيانة. الخيانة هي أمر مطلق بالمطلق. ومثل ما قال شيخنا يعني أهم شيء إنه ما ترتكب الخيانة النفسية. هلا في أسباب متعددة لحتى الرجل يخون المرأة أو لحتى المرأة تخون الرجل. هلا أنا بشوف إنه العلاقة الزوجية مجرد إنه حصلت حالة الخيانة هي أصبحت علاقة شبه منتهية. يعني المرأة عنا بمجتمعنا بتبذل مجهود كتير مشان هذا الموضوع وأنا بشوف أنه بالأصل نحن تقاليدنا المجتمعية وطريقة التربية هي كتير بتلعب دور. يعني نحن الجوانب الإنسانية عنا غير مغطاة بشكل جيد، يعني ما عنا صراحة حقيقية، ما عنا شفافية واضحة، ما عنا في مسائل كتيرة بتمس بالإنسان تلعب دور بهيدا الموضوع. من بداية الخيارات الزوجية عندنا بمجتمعنا في نسبة خلل معينة عم تصيب الشباب والبنات من بداية الاختيار، فلربما أنه يكون بداية الاختيار بيلعب دور بي 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 بنتائج هذا الزواج، فما بني على باطل بدها تكون نهايته أكيد باطل. أو أنه طريقة تربية الرجال بمجتمعنا الشرقي الرجل ما يملك الاستعداد الأكثر للتغيير. صحيح. والإنسان إنسان والعلاقة الإنسانية بين الرجل والمرأة أولا وأخيرا هي علاقة إنسانية عم تربطهم، فهي ممكن يكون فيها راحة ممكن يكون فيها ارتياح إذا عزلناها عن مسألة التقاليد وما شابه ذلك. فالرجل يملك الاستعداد الكافي بمجتمعنا الشرقي ديني وشرعيا وأخلاقيا أنه هو يعمل علاقة مع زوجة مع امرأة أخرى. أما المرأة بتربيتها الاجتماعية وبتكوينها الاجتماعي هي كتير بعيدة عن هذا الموضوع حتى لو كان لو سبب عندها حالة قهر نفسي. مع أنه في نساء بنوضعوا بظروف بصير عندهم يعني أي إنسان من البداية مثل ما قلت حالة الزواج الخيارات ما عم بتكون خيارات صحيحة منذ البداية. يا أما بيعتمدوا على الحب بسن صغيرة والحب بيعمي العيون يعني أو ما هو حب حقيقي بمعنى آخر ما في نضج بهذا الحب أو بيعتمدوا على معايير أخرى وربما بعد فترة من الزواج ما في الصراحة الكافية بمجتمعنا أنه هدول الزوجين يتصارحوا أنه نحن غير منسجمين أو ما ممكن نكمل طريق الحياة مع بعض. بالتالي هم بتصير المشكلة والمشكلة النفسية الأخرى بمجتمعنا هو الكذب مثل ما قالت في عنا حالة كذب في عنا حالة التكتم التخفي. فممكن الرجل بدل ما يكون في صراحة بينه وبين هالزوجة بيلجأ للكذب وللتخفي وإلى ما شابه حتى يغطي وبالتالي بتتحول هي من حالة أنه ممكن تكون عدم انسجام بتصير لحالة خيانة. زائد أنه في رجال هنا عندهم تطلع زائد بي
بحياتنا او عندهم رغبات زائده او تربوا مثل ما قال ابونا على الاقتناء الزائد او على حاله الاستحواذ الزائد فاي شيء بيرغبوا فيه بيستحوذوا يعني وقال يعني كما ذكر يعني الشيخ عدنان وابونا يعني ذكر بان هناك كثير اسباب بتدفع الرجل اكثر من المراه وخاصه الناحيه الماديه نرى الكثير من الرجال يعني اصحاب المهد كمان يعني هي طريقه الزواج المترفين بيشوفوا هذا الموضوع يعني بيشوفوا هي مع العذر بياخذوها يوميه يعني في رجال كثيرين بياخذوا الخيانه يوميه بيكونوا متزوجين عمر طويل مع زوجات يعني زوجتهم ما بتلاقيهم الا بعد عمر معين بلشوا بقى يوجدوا اعذار لهم بانه مثلا زوجتهم انه يعني بتلاقيهم يعني حطوا يعني اعطوها يعني اعطوا الكثير من الاسباب في زوجات هن اللي بيدفعوا الرجل لهذا الامر بالتأكيد. في رجال هن المندفعين من تلقاء نفسهم لهذا الامر يعني هذا مرض يعني زائد انه نحن طريقه الزواج عندنا مع احترامي لابونا وللشيخ انه فيها جوانب فيها تخضيع نوعا ما للمرأة للجانب المادي فبشكل عام منشوف هيدا السائد صحيح. انه الرجل الذي يملك المال يستطيع ان يملك النساء صحيح والمرأة بشكل عام وهذا اللي عم نشوفه هلا يعني نحن دعينا بشكل عام صح. لتحرير نعم. المرأة نعم. لتحرير المرأة من الـ انه نخلي الرجل يكون اكثر تمدن وحضارة مع المرأة بعلاقته لكن نسينا نحرر المرأة من القيود كمان اللي هي جواها من ذكوريتها المزروعة بتكوين النفسي بالتالي المرأة هي عدوة المرأة بالنهاية صحيح. بس اول ونهاية الموضوع قد ما بيكون في سلام داخلي عند الناس وتربية حقيقية قد ما بيكون في ارتباط حقيقي لازم يكون هذا الارتباط وقد ما بيكون في قدرة وجرأة وصراحة انه نحل هذا الارتباط وبتبقى بقى مشكلة الاولاد كل ما كان المجتمع اكثر تطورا بتكون مشكلة الاولاد في عبر التعليم والى اخره بتكون محلولة لكن عندنا نحن قضية كلها مشاكل خلونا نتابع هالتقرير عن موضوعنا الخيانة الزوجية للزميلة فداء عيسى بنتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لمتابعة حلقتنا رأيك الخيانة الزوجية منتشرة بالمجتمع السوري ولا لا؟ هلا بهذا الموضوع ما في آراء لأنه برأيي أنا ماني عامل إحصائية وماني دارس المجتمع إذا منتشرة ولا لا بس على الأغلب مرض العصر يعني ممكن نقول إنه زادت الخيانة الزوجية بعد الفترة الزمنية اللي فينا نقول بخمس سنين هلا في أزمة أثرت سلبيا على هذا الموضوع؟ بالعموم زادت الخيانات كلها مو بس الخيانة الزوجية صارت الخيانة يعرف بالمجتمع ليس فقط من موضوع الخيانة الزوجية حتى وصلنا إلى درجة أنه الكثيرين من الأشخاص لا يعتبرونها خيانة يعني يجدون المبررات لأنفسهم أنه هي مو خيانة هي أساليب حياة أخرى في كثير بفضل الخيانة على أنه يطلق على أنه يتزوج على أنه كذا وأي شخص بده يعمل شيء خطأ بإمكانه يوجد مبررات لنفسه مؤخرا يمكن شفنا الدراما السورية عالجت كثير هالمواضيع مواضيع الخيانة وباعتقادي هي انه كجهة الانتاج اللي هي كان معظم شركات الانتاج هي كان رأس مال خليجي فهني كانوا عم يروجوا على الشيء معين يعني في منا رسالة انه هيدا المجتمع السوري شوف السوري لا السوريين على العكس من هيك شو الأسباب يلي بتأدي للخيانة الزوجية؟ بالبداية هي الخيانة وعدم الثقة بين الزوجين وأهم شيء أنه كل مين يلبي الطلبات الثانية يعني ووقت بيكون في تقصير من قبل الطرفين فبيؤدي هالشيء هذا أنه الرجل ينظر للخارج المرأة تحاول أنه تعبي الفراغ اللي عنده العاطفي يعني في كتير ناس بيكونوا تحت سقف واحد مثل ما بيحكوا بس بيكون دائما هذا الفراغ العاطفي بيناتهم فبالشكر دائما بالاحترام بين بعضهم دائما المرأة لازم يكون لسانها مثل ما بيقولوا حلو مع زوجها بالروحه وتقدر تعبه يعني وجهده معه فهو دائما حتى لو كان كانت عينه لبرا فبيحاول انه لا انا عندي اسرتي فوق كل شيء واولادي
هلا بشكل عام الخيانه شغله بشعه يعني بمجتمعنا وبنتعرف عليها نحن. صعب الخيانه دائما بتكون من قبل اي من الطرفين، بس تعود مجتمعنا على فكره انه الرجل لما بيخون ممكن المره تسامح، او المره لما بتخون هي شيء مستحيل الرجل فيه يسامح عليه. وبصراحه الخيانه شيء سيء يعني من كان من اي طرف، من الرجل او من المراه. وباعتقادي الخيانه بغض النظر عن المبررات اللي ممكن حتى الطرف الخان لهالشغله، باعتقادي شغله ممكن رجعت العلاقه. وحتى اذا حاولوا يضحكوا على حالهم مثل ما فينا نحكي ويرجعوا مع بعض، باعتقادي في شرخ حصل، شيء ممكن يضل ينذكر، جرح ممكن كل اي حادثه واي فكره تذكرنا فيه بعد فتره. فباعتقادي النهايه محتومه بعد الخيانه بعد اي طرف بده يكون. فينا نقول بشكل عام انه الرجل دائما بيقولوا انه عينه لبرا، فهذا الشيء هلا انا ما بحاسب زوجي اذا مثلا مرت وحده حلوه شافها كذا بغض نظر عن هالامور، بس اكيد انه ما يكون في خيانه اكبر من هيك. بس بالنسبه للمراه طبعا انه خيانتها هي اللي محسوبه عليها، لانه هي بالنهايه هي يعني الاسره كلها، هي اللي عم تربي اولادها، فاذا فسدت الام فخلص يعني ما بقى في عيله. اما الرجل بالامكان انه يرجع، تحاول انه ترجعه لحضنه مثل ما بيقولوا. يعني هي الخيانة خيانة يعني بغض النظر. مجتمعنا الشرقي بيعتبر انه خيانة المرأة هي الفظيعة، كون هو بيربي الرجل على انه هو من الصغر هو بيحق له كل شيء، هو بيحق له تعدد الزوجات، وهو بيحق له يحبه، هو بيحق له يعشق البنت، لازم تضل بالبيت. هلا هذا كمجتمع وبيرفض خيانة المرأة بشكل كتير كبير، اما هو كدين كاسلام وكمجتمع وكواقع الخيانة خيانة، لا تتجزأ الخيانة. المرأة لازم تسامح زوجها على خيانته اذا هي اكتشفت هذا الموضوع؟ لا لا ابدا. ولا في اي مبرر ابدا؟ اذا هي واثقه من حالها وكانت منيحه معاملته منيحه، لا ابدا ما في مبرر. ممكن المراه تكون ضعيفه وممكن مثلا ما تقدر تنفصل عن زوجها وممكن يكون في اطفال، شو الحل؟ انا ماني مع ان تسامحها خيانه ابدا. خيانه ممكن الشخص يسامح عليها ولا تعتبر نقطه النهايه؟ هلا بموضوع الخيانة الزوجية أكيد بتكون نقطة نهاية، ما فيها مسامحة. تحياتنا لكم مشاهدينا من جديد، وأيضا تحياتي لضيوفنا الأكارم. تابعنا هذا التقرير وتابعنا أيضا الآراء يعني المختلفة والمتباينة ما بين يعني خلينا نقول الرجال والنساء. ولكن يعني خليني بدي أسأل يعني سؤال عام، يعني من خلال التقرير ومن خلال الآراء اللي هلا سمعناها، يعني ليش دائما انه يعني نحن بنعرف انه فعلا نحن مجتمع ذكوري يسمح لهم بكل شيء، ولكن ليش يعني دائما انه هذا المجتمع يسمح للرجل ولا يسمح للمرأة؟ يعني ليش يسمح للرجل بتعدد الزوجات ولا يسمح للرجل للمرأة بمجرد أنه شافت أنه لمست الخيانة لا يسمح لها حتى بمجرد الطلاق؟ خلينا نناقش دينيا، لأنه جزأ الشرف. نعم. مجتمعنا جزأ مفهوم الشرف يعني الأمور الشرعية، ولكن كدين يعني الدين لا يسمح بالخيانة جوا. أبونا طيب بما أنه الدين لا يسمح بالخيانة، ليش نحن كمجتمع أعطينا الخيانة لهذا الرجل ولهذه المرأة وسمحنا يعني وسمحنا اجتماعيا بررنا له إياها؟ هلا أنا فيني تبلش؟ عفوا شيخنا. تفضل. أنا بعوز هالحالة الذكورية اللي بمجتمعنا سبب المرأة ما سبب الرجل، لأنه المرأة هي التي تصنع الرجل، التي تربي. المرأة هي التي تربي الرجل مثل ما بدها. وقت المرأة بمجتمعنا تضبط هذا الأمر وتخلق هالمساواة ما بين الصبي والبنت بالبيت منذ الصغر، فبيكبر الشاب وبتكبر الصبية ما في فرق بيناتهم. نحن عنا بالكتاب المقدس يصيران جسدا واحدا ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. هذا المفهوم حتى بمواضيع الإرث نحن وصلنا لمرحلة هلا أنه الصبي مثل البنت. هلا هذا بدك تزرعيه في المرأة، سوف تزرع هذا المفهوم في قلب البيت وبدك تسيطر على الرجل يلي هو زوجة بهذا الموضوع. إذا ما صار في هالانقلاب النوعي هالثورة بمجتمعاتنا أنه الصبي مثل البنت منذ الصغر لوقت الزواج،
بده يضل الرجل مسيطر والزوج هو اللي بده يتحكم. فينا بنلاقي يعني ابونا وشيخنا وضيوفنا يعني فينا بنلاقي يعني بنلاقي يعني حقيقه يعني بعض العائلات الراقيه يعني الراقيه فكريا حقيقه يعني بدون يعني ما ترجع للدين هي راقيه من خلقتها خلينا نقول عند هذا التساوي ما بين الشاب وما بين البنت في المنزل، يعني لا يوجد هناك فرق ما بين البنت وما بين يعني وما بين الشاب، ومع ذلك بنلاقي انه بالمقابل بنلاقي انه بالعائلات الثانيه انه لا نحن نيفنا الشاب عن البنت، يعني الشاب معلش لو خان، لو خطئ، لو غلط انه هون ما في عقاب له، ما بيتحاسب. وقديش بنلاقي انه اولاد يعني اباء متهورين، اباء خلينا نقول مثل ما حكينا انه كثير هلا عم نشوفه خاصه انه الطبقه يعني خلينا نقول المثقفه والمتعلمه، خليني اقول ما اقول المثقفه ولكن كثير عم نشوف من الطبقه المتعلمه الرجال يخونون اكثر، لماذا؟ يعني خلينا هذا السؤال الكل خلينا نناقش بهذا الموضوع. يرفض خيانة ابنه ولكن هو مبرر له الرجل. هو بالطبع نتاج أعراف وعادات وتقاليد ورثتها ظروف تاريخية معينة بعيدة كل البعد عن تعاليم الرسالات السماوية. ما من رسالة سماوية سمحت بهذا الموضوع وما من رسالة سماوية إلا وأكدت على التساوي في الحق والواجب بين الرجل والمرأة. لكل منهما حق مع الآخر وعلى كل منهما واجب تجاه الآخر. وإذا أدي الواجب استحق الحق. لكن جاءت الأعراف والعادات والتقاليد لا سيما في مرحلة متقدمة من الزمن من قرون متعددة، كون الرجل كان هو كل شيء في مقومات تأمين الحياة والدفاع والحرب وإلى ما هنالك، زرع في ذهنيته مع بعض الآراء الاجتهادية الفقهية مذاهب وغيرها مفهوم الذكورية. هل تعدد الزوجات يعني احنا يعني شيخنا هل تعدد الزوجات سمح لهذا الرجل طبعا بأنه يكون حقيقة يقدر يخون؟ يعني ممكن هذا يعني تعدد الزوجات لا مجال فيه للخيانة. لكن حتى إذا عدد المرء على زوجته واحدة أخرى وكان زواجه بالسر عن زوجته الأولى يعتبر خيانة. الشريعة الإسلامية أباح لي أن أعدد، لكن هذا التعدد يجب أن يكون برضا الزوج المتقدم. إذا كان سرا عن الزوجة المتقدمة يعتبر خيانة. قد يكون الدافع الزواج أولاد، قد يكون دافع الزواج حالة مرض، ممكن تكون زوجة مريضة وصلت إلى مرحلة لا تستطيع أن تؤدي واجبها تجاه زوجها. فالزوج الثاني والثالث والرابعة يجب أن يكون برضا المتقدمات من الأزواج. أي زواج سري يعتبر بالشريعة الإسلامية خيانة. بالتأكيد ما كتير في هلأ نساء بدها تكون دي، ولكن إنه هون خلينا سيدة سكي يعني خلينا هون كمان يعني في أبناء يعني هون دور خلينا نقول يعني دائرة الأبناء في الخيانة الزوجية من قبل خلينا نقول من قبل الأب الزوج أو الزوجة، يعني بالتأكيد بدها تترك أثر سلبي بنفوسهم. يعني حتى ممكن كتير بنشوف إنه من الأولاد إنه في عندهم حادثة لأبوهم أو لأمهم، ممكن أبوهم خائن أو أمهم ممكن تكون خائنة، بتلاقيهم دائما بالمجتمع يعني ناس عايشين على الهامش، دائما انطوائيين، مجتمع انطوائيين. يعني قديش ممكن يعني خلينا نقول قديش ممكن تترك هيدي الحالة خيانة الأب أو الأم، قديش ممكن تترك أثر سلبي في نفوس هؤلاء الأطفال وخاصة خليني أقول لك يعني البنات. طبعا تفضل. أعزك البنات، هلا عم نحكي إنه الأولاد بس يكبروا هدول رح يكونوا أسرة. صح؟ أسرة. على البنات طبعا هلا أقل خيانة شاب بده يتقدم لزواج بنت أمها خاينة.
بالمجتمع هي بتأثر. هلا بشكل عام تترك تشوه نفسي كثير على الأولاد. بشكل عام تشوه نفسي وجرح عميق. فقر نفسي بتعمل. صح هذا الفكر النفسي، التشوه النفسي، بتحسي انطوائي بالمجتمع، شعرك بالنقص، وفي منهم بيمون نحو التقليد انه انا الاب خان عم قلد، او البنت الام خانت قلد، في منهم لا بيصير عندهم تعصب. نعم كل هي هو يمين يمين يسار يسار انه في في ناس لا في اطفال لما بيكبروا او شب او صبي لما بيكبروا تعصب لهذا الموضوع، انه شك عندهم باي شيء، فقدان الثقه باي شخص. ما في نعطوا الأمان لأي شخص لأنه ربي هذه البيئة. في الصبايا والشباب عندما يكبرون لما كانوا أطفال مثلا بيتذكروا هذا الشيء، التنشئة الاجتماعي بياخذوا الجانب الثاني. انطوائيين جدا بين أصدقائهم، بينسحبوا من أي جو اجتماعي، بيحسوا دائما بالإهانة النفسية. بيخجلوا، وأصعب شيء أنه الأطفال يخجلوا من أهاليهم في وسط هذا المجتمع. التنشئة الاجتماعي مثل ما ذكرت أول شيء لها دور كتير. بالريبورتاج شخص حكى، ما بعرف مين حكى، انه حول المسلسلات اللي عم تنعرض حاليا في اولاد كثير عم يشاهدوها. جدا انا ركزت على المسلسلات المدبلجه عكس واقعنا. في مسلسل عرض بايام كثير كمان على الخيانه، مين عم يشاهده مع الاب والام؟ الاطفال. يعني في اذا وجدت الخيانه بالاسره وعم يشوفوا هيك مسلسلات، معناتها شيء سماعي وشيء مشاهد على التلفاز. طبعا حتى كسر صابر تاكيد عم بيأكدونا هذا الشيء. ابونا هل يعني من عقوبات يعني مشدده تجاه الخيانه الزوجيه، ام هناك يعني يعني حالات ممكن ان يكون في يعني ممكن يتم اصلاحها لقبل من قبل الزوج الخائن او الزوجه الخائنه، انه زوج خان يعني مره، او ممكن تكون سهوه، او ممكن تكون حتى يعني شيخنا بهذا السؤال، ممكن احيانا رجل يكون لديه هفوه يعني ويرجع يعني يتوب ويرجع، ولكن هناك رجال يعني يكذبون ولا يعترفون بان يعني حتى يعني الزوجه بتكون شايفه الخيانه ولامسه الخيانه، وناس لا نائلين لانه زوجك يخون، ورغم هالشيء هذا بتلاقي زوجي متمسكه بالبيت متمسكه، ولكن كمشاعر يعني هذه الزوجه الا يحق لها طلب الطلاق؟ هلا بشكل طبيعي ما في، ما الزوجه بتقدر تتحمل كل هذا الشيء يعني تعيش مع زوج خائن، اذا الا اذا كان هي فيها خلل يعني ضعيفه الشخصيه، مغلوب على امرها بسيطه، ممكن هيك. بس اذا بنحكي طبيعي بشكل طبيعي ما في امراه ولا رجل بيرضوا انه ينخانوا يعني. هلا عقوبه نحن عندنا في الكنيسه ما في عندنا عقوبه. انا بتذكر بس هيك بمثل ممكن انه يعني تساهموا باصلاح. اكيد اكيد بالدرجه الاولى بنتدخل كثير نحن. نحن بس تجي اي خلاف يتوجهون الى كاهن. واذا تكررت الخيانه، لانه ما عاد عندي وقت ابونا، اذا تكررت الخيانه من هذا الرجل، انا ما بريد اضل معه. اذا ما تم الاصلاح. شيخنا اذا تكررت الخيانه من الرجل اكثر من مره، وهو قاعد عم بيقول لك انا ماني خاين، وبيقعد بي يعني ما بي يعني يعني ممكن يعني ممكن بتشوفه بيخلق كل الاسباب والاعذار، دائما اي رجل بده يبلش يخون دائما اعذاره بتكون مجهزه قبل ما يبلش بالخيانه. هذا اللي بنلاحظه وبنشوفه من الرجال وحتى من النساء ايضا، كمان النساء اعذارهم دائما عندهم اعذار استباقيه لاي موضوع. هلا بشكل عام التربية الخاطئة دائما تعطي نتائج خاطئة، هذا أمر متفق عليه. الله يا شيخنا عم نلاقي تربية صحيحة وعم خليك معي عذرا. والله سبحانه وتعالى المجتمعية بشكل عام، الله سبحانه وتعالى بعليائه من عباده ورغبه بأن باب التوبة مفتوح وشرع لهم الاستغفار. لكن من أذنب معتمدا على التوبة لا توبة له ولا استغفار مع إصرار. يعني أنا عندما أكون مصرا على الفعل لا يغفر لي، وسيغلق باب التوبة تجاه هذا من الناحية الشرعية عذرا. أما موضوع على سبيل المثال، على سبيل المثال وأريد أن أتحدث في هذا وسريعا، في وحدة أحكام شرعية بيننا وبين بين القرآن والإنجيل في موضوع الطلاق. الإنجيل عندما يقول من طلق امرأته إلا لعلة الزنا فقد زنى، تماما، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني،
هذا النص الإنجيلي. نعم. النص القرآني: لا تطلقوهن حتى يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة المبينة القرآن أكدها أنها هي الزنا. نعم. أنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم. وأكد في موضع آخر: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. نعم. والزانية لا تنكح إلا زان أو مشرك. نعم. وحرم ذلك على المؤمنين. نعم. فقرن الزنا بالشرك على المؤمنين. نعم. حرم على المؤمنين فقرن الزنا بالشرك. نعم. وبناء عليه هنا سوء الأماني. نعم. سوء الأماني يلحق بصاحبه إلى الشرك. نعم. أنا أمين على زوجتي. نعم. عندما أشرك معها غيرها، إهمال الصغائر يوقع. نعم. في الكبائر. نعم. عندما أشرك معها غيرها قد أصل به إلى حالة الشرك بالله. نعم. وهلما جرى وأنا. نعم. متصاعد. ولكن بالله كثير من الزوجات أنه تقبل بوجود امرأة أخرى في حياة زوجها ولا تقبل بالطلاق. باختصار ريم، يعني هون يعني لك معلش انا خلي يروح، يعني كل يوم يروح مع وحده، ولكن انا لا اقبل انه يتزوج علي. لانه المراه هون بتنشد استقرار بيتها واولادها، بتفضل هي المساله انه هي ما انا عايشه لرجل، عايشه لبيت ولا اولاد. بالتالي تنشد هذا الموضوع. نعم. لكن عن الخيانه بشكل عام انا بقول بانه الدين منع الخيانه لكن ترك الباب موارب، هذا. نعم. واحد. اثنين، نحن مجتمعنا بحاجه لعقد انساني جديد فيه عدالة أكثر ومساواة أكثر. نعم. سؤال أخير للكل، وبدنا نختم بكلمات لأنه هو خالص وقتنا يعني من كم دقيقة، ولكن برأيكم يعني يعني خلينا ناخذ يعني نتوجه من خلال حلقتنا يعني بتوصيات توجيهية للمرأة والرجل لتجنب الوقوع في شراك الخيانة الزوجية. شيخنا وباختصار، لأنه أنا أبدأ وأؤكد. نعم. ما كررته سابقا، إن لكل منهما واجب على الآخر يجب. نعم. أن يتقنه ويقدمه. نعم. وبناء عليه عندما كل من الطرفين يقوم بواجبه له الحق أن يطالب بحقه، وإذا قصر من لديه الحق في إعطاء هذا الحق. نعم. يشكى إلى العقلاء أولا والحكماء. نعم. ليسووا الوضع بينهم، وإذا تعذرت الحياة لا مانع من فسخ عقد الزواج كيفما كانت طريقته. أبونا فسخه. نحن عنا وصية للزوج والزوجة. نعم. بالكليل وقت من زوج بالكنيسة: المرأة تطيع الرجل ولكن على شرط أن يحب الرجل المرأة. الحب. نعم. عنا أقوى من الطاعة بالتأكيد. عندما يوجد الحب أبداً. أبونا ليس هناك من خيانة وليس هناك من أي أمر ممكن أن يدمر العلاقة. إذا بتتحقق بين الزوج أن الزوج بحبها أكثر منها فهي تطيع طبيعي، تمشي الأمور بسلام. مدام ريم، هلأ عقد الزواج ما في شرط الحب. نعم. بالتالي هذا شرط إنساني. نعم. زائد أنه أنا بنصح كل امرأة أو كل رجل يوصف نفسه بشكل صحيح. نعم. ويوصف الآخر بشكل صحيح. نعم. شيرين، أنا بدي أقول ثلاث نقاط. أول نقطة هي التربية من الصغر، لازم يربى الطفل والطفلة على الحوار وعلى الصدق وعلى أنه هن متساوين في البيت، وبالتالي لما بيكبروا ما بيكون في حدا منهم يحس أنه هو بده ياخد حق من الثاني أو بده يظلم الثاني. ثاني نقطة، أنا ضد أنه دائما نحن نظلم المرأة أنه هي اللي بتربي بالبيت فهي المسؤولة. لا، هي ما مسؤولة، هيدي نتيجة عمر من عدم المساواة بين الرجل والمرأة. بالتالي هي بده توصل لهي النقطة لأنه بتعرف الضريبة اللي رح تدفعها هي وبنتها. صحيح. ثالث نقطة الأهم والضروري، أنه بالقوانين هذا الفرق الكبير بين عقوبة الرجل وعقوبة المرأة في حالة ارتكاب جرم الزنا نفترض الخيانة الزوجية، هذا ما هو مبرر وهذا مخالف حتى للدستور السوري اللي هو يساوى بين المواطنين بالحقوق والواجبات، لا ما في فرق بيناتهم لا جنس ولا دين ولا عقيدة ولا آخرين. هيدي مادة مخالفة للدستور. بالتالي هي اللي بدي أحكي. سكينة يعني بيقلك والله أنا بدي جدد يعني شبابي، أنا هي كبرت الأولاد صاروا بالهي، فهو يعني دائما عنده أعذار إنه يعني بده بالخيانة. كلمة أخيرة. الكفة النقطة بدأت فيها هي الاحترام، وجود الثقة بين الزوجين. نعم. التشاركية بالحوار أهم شيء، نزع السلطة من أي شخص إنه مو أنا متسلط، نتشارك بالحوار والاحترام والثقة أهم جوانب الأسرة. صحيح. والإنسانية وعقل الإنسانية اللي داخلنا. نعم. هذا آخر شيء. يعني تسمحي لي أختم أنا بكلمتين. علينا أن نعيد صياغة الثقافة المجتمعية لنقيمها على ثقافة تكاملية بين الرجل والمرأة، كل منهما مكمل للآخر، ليس باستطاعة أي طرف من الطرفين أن يعيش دون الآخر. نعم. هذا من ناحية. أما من ناحية أخرى ويجب أن نركز عليه، إن الأديان، مع احترامي للذين يتهمون الأديان،
إن الأديان هي برسالاتها بمضامين رسالاتها السماوية وليست بالآراء الفقهية الاجتهادية التي جاءت من بعدها. فالأديان كانت إنسانية محضة، نحن شططنا كثيرا عن جوهر الأديان في رسالاتها السماوية لأنه عم نبرر وفقدنا إنسانية. نعم، لأنه شيخنا وقت اللي نحن أي حدا منا بده يغلط مباشرة ببرر لنفسه. بنهاية حلقتنا بدي أشكر ضيوفنا الأكارم اللي شاركونا اليوم بحلقتنا، وكان هو حقيقة موضوع يعني بياخذ وقت كان يعني أكثر يعني نقيم هالحالة ونعطيها يعني حلول ونعالج الأسباب بشكل يعني أكبر. بدي أشكرك شيخنا عدنان صالح الباحث في العلوم الديني، وأيضا الشكر موصول للأب باسيل سكيف، شكرا لك، وأيضا شكرا لك المهندس ريم محمد، وكل الشكر للمحامية شيرين سعيد والسيدة سكينة صقر ماجستير علم اجتماع، شكرا لكم والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى اللقاء، نلتقيكم بحلقة قادمة وموضوع اجتماعي جديد. إلى اللقاء، وشكرا لمذيعتنا رغدة.